يعني إذا أنا ما عندي نساوين موجودات في يعني مواقع بتاع اتخاذ قرار في حتة معينة، إذا معناته السياسات والقرارات اللي هتطلع من المؤسسة دي ما عتراعي الاحتياجات بتاعت النساء، ما عتراعي برضو الخصوصية بتاعت الظروف بتاعت النساء. فبالتالي القرارات اللي هتطلع من المؤسسة دي يعني هتكون بس يعني متماشية مع الرأي بتاع الذكورة والناس المعينة اللي هم في اتخاذ القرار، يعني في مجال بتاع اتخاذ القرار ده بالنسبة لي، يعني انه ما يكون في انكلوسيف بوليسي ميكينج في الحتة المعينة في المؤسسة المعينة. فدي الحاجة اللي احنا برضه حاسة شغالين بها وبنحاول انه نشتغل عليها، انه نجمع يعني اقتصاديات سودانيات معينات ويكتبوا لنا بوليسي بريفز، بوليسي بيبرز، او حتى نجمعهم ونتناقش في شكل بتاع يعني دائره مستديره، طاوله مستديره، نتناقش في القضايا دي، وبعد ده كان يعني نطلع بعدد من التوصيات يعني واحنا نوصلها لصناع القرار. تمام، شكرا لك كثير سوسن. بس قبل ما نواصل، احنا كان عندنا شوية تكنيكال ايشوز، ما كنا قادرين نطلع لايف اون فيسبوك، واخيرا الحمد لله المسألة دي تحلت. بالنسبة للناس اللي حاليا انضموا لنا عبر الفيسبوك، بنعتذر اولا عن انه ما كنتوا معانا من البداية. هحاول سريعا جدا الخص لكم اللي احنا قلناه في البداية. تعرفنا على المتحدثات الموجودين معانا، وسألنا عن إنه ما هو مفهوم تمكين المرأة، والإتقال إنه تمكين المرأة معناه تتوفر فرص أكثر للمرأة، يكون في مساواة في الفرص، ويكون في حرية في اتخاذ القرارات، يكون في مساواة في سوق العمل، ويكون في كذلك مساواة في حيازة الموارد، سواء كنا بنتحدث عن موارد مالية أو غير مالية زي الأراضي الزراعية، في نقطة أشارت لها خبيرتنا الزراعية الموجودة معانا اللي هي الدكتورة تيسير، وكذلك وجود المرأة في مراكز اتخاذ القرار. بعد كده تكلمنا عن مركز النوع الاجتماعي في جامعة الخرطوم، وليه في حوجة لهذا المركز، وكذلك سوسن وضحت لنا لماذا تم تكوين جمعية للاقتصاديات السودانيات. حننتقل ل غادة، لأنه تقريبا أعتقد أنه حيكون في تشابه بين الأشياء اللي ذكرتها سوسن وحتذكر لنا غادة. غادة، كذلك أنتم عندكم جمعية للنساء السودانيات في مجال العلوم، ممكن تورينا الفكرة جاءت من وين والأسباب، وهل في إمكانية أنه العضوية يكون فيها مثلا رجال، وإذا هي محصورة على النساء لماذا فقط نساء؟ وتفضلي معك المايك. أيوة طبعا، يعني أستاذة سوسن ودكتورة تيسير، أنا شايف إنه في حاجات كتير يعني مش متشابهة في شغلنا، مع يعني شغلنا في منظمة النساء الباحثات. منظمة النساء الباحثات تأسست في سنة 2013، هي في الأساس هي بتشتغل على زيادة مشاركة المرأة في مجال، عملناها على أساس إنه تكون تستهدف الخريجات في مجال العلوم الطبيعية، هي كانت لزيادة وتسهيل مشاركة النساء بالذات يعني في مجال العلوم، وإنه تقوي الجانب بتاع بناء القدرات اللي هي الكاباسيتي بيلدينج للخريجات الكليات دي، وبرضو زيادة وتفعيل التعاون بين المجموعات اللي شغالة في السودان وخارج السودان المهتمة في دور النساء في العلوم. ولكن طبعا من خلال السنوات الثلاثة الأخيرة المنظمة بقت شغالة على حاجة يعني ما بس على مجال العلوم الطبيعية، في دخلت برضو العلوم الاجتماعية. طيب، في حاجة أنا عايزة أوضحها في نقطة مهمة، إنه من خلال دراسة عملناها في المنظمة برضو أول ما بدينا، إنه كان عملناها على 3 جامعات، عدد الإناث اللي بيدخلوا كلية العلوم من مختلف تخصصات أكبر تقريبا بضعف أو أكتر من الذكور، لكن اختلفت تماما الإحصائيات لما جينا الاستاف بتاع التدريس في الرياض دي، بنلقى انه كل ما المواقع بقت اكبر
أو بتطلب لمؤهلات أكبر زي الدكتوراه، بعد كده إنه تدريب في المجال بتاعنا. الرجال هم اللي كانوا بيكونوا في المواقع دي، وبالذات في المواقع بتاعت اتخاذ القرار. فمن هنا جاءت الفكرة بتاعت إنه محتاجين إحنا نشتغل على بناء القدرات بتاعت النساء في العلوم، ومن هنا هي جاءت الفكرة. بعد كده اشتغلنا على بناء القدرات بإنه نشوف الفرص اللي هي بتتوفر للسفر برا، عشان مثلا النساء يمشوا يعملوا ناس الدراسات وتسهيل الحاجات زي دي، لأن نقص التمويل هي من الحاجات الأساسية اللي كانت بتعيق التقدم بتاع الناس في هذا بالذات. أنا حسي حاليا سعيدة إنه في ناس كمية شايفة إنه في الجمعيات الاقتصاديات والزراعيات هم برضو بنفس الفهم بتاع المؤسسة السودانية في العلوم. فممكن يعني من خلال الفرصة دي إنه الناس تشتغل مع بعض، ودي برضو كانت من الأهداف بتاعت المنظمة بتاعتنا، إنه يعملوا ربط بين الناس الشغالة في جوا السودان والناس الشغالة برا السودان في كل المجالات، ما بس في العلوم. فأنا سعيدة حاليا إنه يعني في ناس شغالين بينا في الفهم ده. تمام، شكرا لك يا بالنسبة غادة. لسؤالك يعني أيوة، سؤال، هل بالنسبة ممكن لسؤالك ينضموا إنه لكم أيوة نفس أشخاص السؤال من اللي هو الجنس كنت الآخر؟ حابة أجاوبك عليه. أنا كنت فاكرة إني نسيتيه، فدايرة أنبهك ودايرة أنبه سوسن برضو، لأن هي ما جاوبتنا، فبعد ما نسمع منها حنرجع نسمع منك حنرجع عليها كمان. اتفضلي. هي ممكن، لكن العضوية هي للنساء، بتركز على النساء أكتر. هي ممكن تكون للرجال، لكن يعني بتكون زي ممبرشيب كده شرفية. فإحنا الآن بنركز على إنه التأهيل يكون بس للعنصر النسائي، إحنا عشان الفرص بتاعة النساء هي أقل عموما في المجال بتاعنا، فبنركز على النساء في Alright. تمام، شكرا لك غادة كثير جدا. حرجع لك يا سوسن، زغتي من سؤالنا لكن جيناك ثاني. معلش نسيت انه جامعة الحته دي، لكن احنا طيب احنا في الممبر شيب حقتنا يعني عندنا نوعين، نوع انه انت بتكون ممبر، ونوع انك انت بتكون صديق للجمعيه. العضويه بتاعت الجمعيه نحن قاصرينها يعني على النساء الاقتصاديات، يا يعني اما زول يكون قاري اقتصاد، يا يعني اما هو شغال في مجال الاقتصاد. لكن عندنا حلفاء كتار من برضه من الرجال ومن برضه النساء المجالات الثانيه، ممكن يخشوا معانا كاصدقاء، وفعلا هم يعني فعالين جدا يعني بدعمونا وبيساعدونا جدا يعني في الجمعيه. السبب انه احنا قررنا نقتصر العضويه على النساء الاقتصاديات انه في خصوصيه للتحديات اللي هم بيواجهوها في مجال الاقتصاد. فاحنا لو دخلنا اي زول يعني ممكن بعد ذاك يحصل زي يعني عدم تركيز، يعني انه احنا هدفنا الاساسي انه احنا دارين نمكن المراه في مجال الاقتصاد، مش اقتصاديا لكن في مجال الاقتصاد. فبالنسبه لنا يعني دي كانت يعني الحاجه اللي احنا دايما نركز عليها. مثلا يعني كمثال يعني من التحديات احنا واجهناه انه الناس ما بتقبل الفكره، انه يعني ليه الاقتصاد عموما كمجال في السودان هو عنده تحديات كثيره ومواجه صعوبات كثيره، ليه يعني قاصرين على النساء؟ وهم يعني بعض الناس يعني بيقولوا انه هم ما شايفين انه النساء في مجال الاقتصاد خصيصا هم عندهم ديسادفانتج، انه هو عدد الناس اللي بتخرجوا من الجامعه واحد، عدد الناس اللي حتى بيجيبوا لنا مثلا بعض الاحصائيات عن الجندر جابز، انه عدد البنات اللي بيقروا في الـ او الـ في الـ في الـ يعني هو اللي بيتخرجوا من المرحله الابتدائيه او الثانويه، يعني هو ماشي في زياده، ما عاد الحياه دي متحسنه. لكن انا بالنسبه لي في اشكاليه بجد في موضوع انه زول يقيس الجندر جاب في السودان بطريقه بس رقميه. في حاجات ثانيه الارقام دي ما بتظهرها. يعني فمثلا احنا عندنا في بعض السيشنز اللي بنعملها بنات بتواصلوا معانا بيقولوا لنا احنا ما بنقدر نحضر، مثلا اهلنا مانعيننا. والحاجه دي محتمل ما تكون في الخرطوم كثير، لكن في الاقاليم دي حاجه بتحصل كثير. ف
فدي مثلا حاجات ما بتعكسها الاحصائيات والهنادي. فاحنا عشان كده ركزنا اكثر انه نخصص الجمعيه دي العضويه للبنات بس او النساء فقط. تمام، شكرا لك كثير سوسن. حنرجع لك مرة تانية، في أسئلة كثيرة جات في بالي وانت بتتكلمي، حرجع عليكي. برضو أنا عاوز أنبه كل الناس الموجودين معنا عبر الزوم أو اللي بتابعونا عبر الفيسبوك، إنه إذا عندكم أي أسئلة اكتبوها لنا في الشات بوكس في الزوم وفي التعليقات في الفيسبوك، وإحنا حنطرحها على المتحدثات والضيوف الموجودين معنا إن شاء الله في نهاية الويبينار. طيب، إحنا سوفر سمعنا من الجانب البحثي الأكاديمي أو الجمعيات اللي بتهتم بمثلا مجال معين أو محدد. أخيرا وليس آخرا، معنا أستاذ زميلي اللي هي مؤسسة السودانية للإرشاد، واللي هي تقريبا حسب فهمي بتشتغل أكثر في المسألة بتاعت الكاباسيتي بيلدين أو بناء القدرات في المطلق يعني للنساء من مجالات مختلفة. وأفتكر إنه تركيزكم أكثر ربما على السوفت سكيلز، أنا ما متأكدة لكن ده من فهمي من متابعتي لكم. أول حاجة عاوزينك تورينا إنه ليه أنت لما أسستي المنظمة دي ركزتي فيها على النساء، وطبيعة العمل في المنظمة هي بالضبط شنو، وكيف بتساهم الأشياء دي في تمكين المرأة، وهل مثلا بيكون موجود عندكم مدربين مثلا رجال، ولا هو الأمر تماما مقصور على النساء؟ تفضلي معي. شكرا لك دكتورة نعمة. أوكي، في الأول بس هعرفكم شوية عن السودانية للإرشاد وشغلنا. إحنا بدأنا في 2013، وأول سنة كان 2014. بدأنا بخمسة بنات تخرجوا من السودانية، ولغاية حصة عندنا 155 تخرجوا من البرنامج، وعندنا أكثر من 200 مرأة معنا في البرنامج السودانية للإرشاد. فالفكرة إحنا كيف نطور البنات زي ما قلتي الـ soft skills، بنركز أكثر حاجة في المهارات الشخصية، مهارات الـ professional skills، فده الحاجات. فالبرنامج 6 شهور وأونلاين، المنتيز المتدربات بيكونوا أعمارهم 17 لـ 22، وعندنا المرشدات بيكونوا سودانيات عمرهم 24 بفوق، بيكونوا قاعدين في السودان أو قاعدين برا. مثلا عندنا منتورز في UK، US، UAE، في حتات مختلفة. والثلاثة حاجات في البرنامج، عندنا المنتورينج سيشنز، فزي ما قلت 1-to-1، المنتورز بيشتغلوا مع المنتيز، بيتكلموا عن مواضيع مختلفة، مثلاً كيف يكتبوا السي في، كيف يطوروا نفسهم، التايم مانجمنت، كيف يكونوا واصلين من نفسهم برضو، وكيف الانترفيو سكيلز، فالحاجات دي الحاجات المختلفة دي. تاني حاجة الورش، كل شهر عندنا ورش برضو عن المواضيع حق البرنامج. وثالث حاجة عندنا المشاريع، this is community based projects، البنات بيشتغلوا مع بعض عشان ينفذوا المشروع، يعملوا تأثير في المجتمع. كان عملوا projects في التعليم، في البيئة، في حقوق المرأة، في حاجات مختلفة عشان يطوروا المجتمع، وبرضو يدوا حاجة للمجتمع هنا في السودان. فإحنا بدأنا عشان إحنا شايفين في عدم support، عدم الدعم وعدم التوجيه للبنات. البنات في الانترفيوز بيقولوا لنا إحنا عاوزين منتور توجهنا، عشان إحنا عاوزين نعرف الخطوات شنو عشان إحنا نقدر نحقق أهدافنا، نكون بنات عندنا قياديات، ونقدر نعمل بصمة في المجتمع في السودان، وبس ما عارفين الفرص وين وعاوزين ناس يوجهونا. فده أكتر سبب اللي خلانا نعمل البرنامج. برضو البنات برضو كانوا بيقولوا لنا الconfidence، مرات ما بيقدروا مثلا يقفوا قدام الناس ويتكلموا في public speaking، وعندهم الخوف والconfidence. فإحنا شفنا إحنا بنركز أكتر حاجة على البنات. إحنا شايفين زي ما قلتي أستاذة سوسن عن role models، الجانب ده مهم جدا عشان البنات يكونوا عندهم someone أكبر منهم. يعني إحنا بنقول يعني big sis little sis، يعني الأخت الأكبر اللي عندها خبرة، عندها عملت حاجة في المجتمع، يعني ملهمة برضو successful، عشان البنات بيقدروا يشوفوا
البنات السودانيات وصلوا لوين هم ممكن يعملوا شنو. فإحنا شايفين الجانب ده مهم جدا، فعشان كده إحنا ركزنا نعمل رابطة نسائية sisterhood بين البنات. برضو في حاجة قالوا لنا في الانترفيو، برضو الحاجة دي لما هم قدموا على البرنامج قالوا حاجة حلوة، يعني يكون في مجتمع بس مركز على البنات، بالنسبة لهم يكون يعني environment comfortable عندهم، يعني مرتاحين يكونوا مع بنات برضو بيشبعوا بعض، عندهم نفس التحديات عاوزين يتجاوزوها مع بعض. فالحاجة دي كلها إحنا شايفين ال community كلها very supportive، يعني كلنا بندعم بعض، كلنا بنساعد بعض. برضو البرنامج 6 شهور، بعد فترة الإرشاد إحنا لسه بنواصل مع البنات، بيكونوا أسرة السودانية، ما بعد ال6 شهور ما بنشوفهم، لكن هم لسه معانا، بنرسل لهم فرص، فرص يكونوا جزء معانا في التيم في السودانية، فرص بتاع عمل، فرص توعي، فرص بتاع ورش أو إيفنتات. فإحنا شايفين يعني this is يعني community، وcommunity كلنا بنشجع بعض، بنساعد بعض عشان كلهم يمشوا لقدام. طيب، نوع التدريب اللي بتقدموه مثلا بالضبط شنو؟ وهل انه بيكون كله اونلاين ولا بيكون برضه في انشطة يعني في السودان؟ اوكي، سو احنا عندنا كريكولم، عندنا منهج that we follow. زي ما قلت بنركز اكثر حاجه على المهارات الشخصيه والمهارات المهنيه. المهارات مثلا الشخصيه بنركز على عندنا well-being، عندنا كيف يفكروا بطريقه ايجابيه، how to develop your personal plan، الصحه النفسيه مثلا self-care and mental health. برضو في البروفيشنال سكيلز بنركز اكثر، مثلا البابليك سبيكينج، انترفيو سكيلز، الكارير بلانينج، مثلا عاوزين يقدموا لي منحه برا، حاجات دي كلها. برضو في الويل بينج ذاته زي ما قلت السيلف كير منتل هيلث. فعندنا lots of different areas. برضو عندنا تمكين المرأة، so إحنا الجانب ده we showcase successful women، women ملهمات عشان هم يتعلموا منهم. فالجزء ده online، لكن لو المنتورز قاعدين في السودان ممكن يتلاقوا face to face. لو المنتورز في السودان، لو المنتورز برا السودان مرات بيقدروا يسافروا ويتلاقوا بعض face to face. الورش بيكونوا مع الكورونا السنة اللي فاتت ما قدرنا نعمل الورش face to face، لكن السنة دي هنعمل الورش face to face، هنشوف بعض. فده بيكون في الخرطوم، لكن السيشن بيكون جزء بيكون أونلاين عشان المنتورز أغلبيتهم بيكونوا برا السودان. ونفس السؤال اللي حاولت تزوغ منه سوسن ورجعنا له، هل بيكون عندكم مدربين رجال مثلا او من اعتقد المنتورز دائما بيكونوا هم يعني نساء باعتبار انه هي دي الفكره الاساسيه، لكن مثلا في السيشنز مثلا ممكن تكون عامه او كذا، هل المنتورز دائما بيكون في منتورز من الجنس الاخر معكم؟ في يس في الورش احنا ممكن ندخل معانا رجال يكونوا سبيكرز، ودخلنا معانا رجال يكونوا سبيكرز، لكن بالنسبه للمنتورز لازم يكونوا بنات. أيوة. اوكي تمام، شكرا لك كثير مي، شكرا لكم كلكم على انكم وضحتوا لنا المراكز او الجهات والمؤسسات اللي بتعملوا فيها، والمعاهد كذلك، المعهد دكتوره تيسير فكرته شنو وليه اصلا قامت ولماذا هي موجهه للنساء. اثناء كلامكم في نقطه مهمه جدا ذكرتوها وتقريبا كلكم اتطرقتوا لها، اللي هي فكره انه كل ما طلعنا في السلم الوظيفي لفوق كل ما وجدنا انه في عدد اقل من النساء بطبيعة الحال، ومراكز اتخاذ القرار دائما بيكون فيها نسبة أقل من النساء. هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، واللي هي دي ممكن تكون justification أو تبرير بيتم استخدامه عادة من قبل البعض، إنه نحن هنا بنتكلم عن التأهيل، يعني لما نجي نختار شخص لمنصب إداري أو منصب قيادي لابد إنه هو يكون مؤهل، ولما نجي نتكلم عن المساواة مثلا في الفرص ما ممكن نجيب شخص مثلا غير مؤهل. فدائما بيكون في ديبيت حول إنه هل النساء هم غير مؤهلات؟ أم النساء ما توفرت لهم الفرص تخليهم مؤهلات بنفس درجة تأهيل الرجال، وعليه بطبيعة الحال من المنطقي إنه نجي نفتح مثلا جوب نقول فقط للنساء،
لأنه إحنا عاوزين نساوي أو عاوزين نلقى عدد أكبر من النساء في مراكز قيادية. ففي نقطة التأهيل ومراكز اتخاذ القرار، ممكن ببساطة كده يعني نقول هي المشكلة وين؟ هم ما مؤهلات ولا هم مؤهلات لكن في مثلاً أشياء تانية أو الثقافة أو الكلتشر بتلعب دور هنا ولا كيف؟ حابة منك دكتورة تيسير في دقيقة كده لو ممكن تلخص لنا الفكرة هي شنو هنا ممكن تكون. أيوة، شكرا للسؤال. أنا بعتقد إنه الفرص يعني النساء هم مؤهلات، لكن الفرص عشان يبرزوا تأهيلهم دي أو تجوين المختلف الوظائف مثلا أو مختلف المناطق بتاعت اتخاذ القرار في ظروف بتمنعهم، اللي هي دي المسألة بتاعت العدالة. يعني ما في جاستس في انه النساء يصلن لمراكز التغيير. يعني من ضمنها العوامل بتاعت الكلتشر، النظره التقليديه، اوكي، بما فيها النظره الكلاسيكال جو المفاهيم الدينيه المختلفه، كويس، دي مثلا عوامل بتعيق المراه انها تصل القرار. ممكن الباور ريليشن تكون حتى جو الأنظمة الطليعية زي الأحزاب مثلا، مؤسسة الأحزاب، بتلقي إنه حتى إيه المؤسسات دي فيها نساء، لكن برضه هي بتدار بمنتاليتي ذكورية، وما بتكون في فرصة عادلة للنساء إنهم يكونوا في أعلى مستوى اتخاذ القرار داخل الحزب المعين. So my ما the bottom line is إنه النساء مؤهلات، النساء ما أقل capability أو مهارة في التأهيل عن الرجال، لكن ظروف معيقة، حتى أوضاعهم الاجتماعية أحيانا بتعيقهم. والحاجة دي مثلا ذكرت في المسألة بتاعة التأهيل في المراكز الأكاديمية، بنلقى إنه مثلا المرأة وزوجها الاثنين بيكونوا أساتذة في الجامعة، بتلقى الرجل أخذ الفرصة بتاعة إنه يتأهل دكتوراه وما بعد الدكتوراه، وبالتالي ياخذ الفرصه الاولى في اداره القسم او في العماده المعينه، وبتكون زوجته ستيل يعني كلايمينج ذا لادر، يعني او لسه هي شي از يعني لاكينج اون شي از ان ذا باك يعني. فليه للدور التريبول اللي عليها ان هي زوجه وهي ام لاطفال وهي بتاهل اولادها عشان يطلعوا للمجتمع بصايد الرول الأكاديمي بتاعها، وبتأهل أو أدت الفرص المناسبة للرجل إنه زوجها إنه يمشي ويتأهل داخل المؤسسة الوظيفية بتاعتهم، و while she is lost يعني فقدت زمن وما تأهلت، وبالتالي ما لقت الفرصة حين إن هي زولة capable يعني زي اللي بتقدر يعني. ف this is the bottom line. أوكي. شكرا لك دكتورة تيسير. فكرتك الأساسية إنه هم مؤهلات ولكن العادات والتقاليد، ممكن نقول طبيعة الثقافة وغيره، والتصور الموجود في المجتمع عن دور المرأة هو كله بيكون معيق بالنسبة لهم. سوسن، رأيك شنو في الكلام ده، وهل عندك أي إضافة؟ أنا بتفق مع دكتورة تيسير، يعني إنه يعني الظروف الاجتماعية المؤسسية السياسية كلها يعني المرأة هي عندها potential إنها يعني تبقى عنصر فعال في المجتمع في الاقتصاد والسياسة، لكن النظام الاجتماعي ده ما يعني خدت لها عوائق أكثر من فرص. كلنا يا هو يعني بكون مرت علينا يعني القصة بتاعت النساوين عماتنا خالاتنا طلعوا من المدرسة مثلا عشان يخدموا في البيت، فبتلقي إنه أوكي أخوانهم يا هو بيكونوا ناس successful أي شيء، لكن هم ما قدروا يعني. ف أكيد طبعاً هم ما يقدروا يتنافسوا مع الرجال، لكن في بعض المرات يعني النساء برضو بيكونوا في نفس المستوى بتاع التأهيل بتاع الرجال، لكن بيكون في بايس أو تحيز إنهم أوكي ما ياخدوا المرأة دي للوظيفة المعينة دي، أحسن ياخدوا ولد لأنه الولد بيقدر يسافر، لأنه الولد فليكسبل أكثر، لأنه الولد ما بعد يعني فترة يقول لهم أنا أوكي أنا I'm starting a family مثلاً وما أقدر أشتغل. فدي برضو في تحيز من الحته دي بالنسبه يعني ضد النساء. برضو في ريسيرش اتعمل ما في السودان لكن برا، لقيته فيري انترستنج انه مرات النساء ما بيقدموا للوظائف ما عدا انهم هم بيكونوا مؤهلات زي الرجال. يعني في عامل برضو نفسي في الحته دي، انه انت دائما بتكون حاسس انه اوكي انت ما تقدر تعمل الحاجه دي،
في عوائق ذهنيه بتكون في الراس يعني برضو دي يعني برضو نتائج برضو من النظام الاجتماعي الزول بيكون هو اترعرع فيه يعني عايش فيه. يعني نتيجة التراكمات الاجتماعية المختلفة دي ممكن نقول الموضوع وصل لمرحلة هز ثقة النساء في نفسهم وخلاهم تو اندر استيميت ذيم سيلف، فمثلا ما بقدموا للوظائف رغم انه هم مؤهلين لها. شكرا لك كثير سوسن على النقطة دي. مي، في رأيك إلى أي درجة بتتفقي مع دكتورة تيسير وأستاذة سوسن، وإذا عندك أي إضافة في النقطة دي؟ أي بتفق معهم definitely البنات مؤهلين وعندهم النولج وعندهم المهارات، لكن مرات الفرصة ما يعني بيكون فيه، لكن صعب عشان هم يقدروا يكتسبوا الحاجة دي. بيكون مثلا احتمال يكون في discrimination، احتمال يكون في lots of obstacles هم ما قادرين يواجهوها. يعني من بيقولوا مثلا اوكي في certain وظائف احنا بس عاوزين مثلا رجال مثلا، فبعد ذلك that will already put women out، ما حيقدروا مثلا يقدموا في this opportunity. فده الحاجات المرات ما بيحصل. مرات زي ما دكتورة سوسن mentioned، مرات هم they prefer الرجال على various أسباب، فده برضو. فبفتكر البنات لازم يعني to just keep trying ويحاولوا، عشان definitely هم لو عاوزين يصلوا لمرحلة عالية ويشتغلوا في كارير في نفسهم لازم يخطوا الشغل ده في أولوية ويحاولوا قدر الإمكان. يعني طبعا في تحديات في أي بلد في أي حتة، لكن ما يوقفوا ويقولوا أوكي يعني الفرص محددة أو ما في فرص لنا أو الباب ده مكفول مثلا. فده الحاجة أنا بضيفها يعني. شكرا لك كثير مي. النقطة الأساسية أفتكر أنه النساء والفتيات ما يضعوا المسألة دي كعقبة أو كإكسكيوز بالنسبة لهم ويوقفهم ده عن إنهم يحاولوا إنه يطوروا نفسهم أو إنهم ينافسوا في مختلف الوظائف الموجودة أو حتى على مستوى التعليم يعني. غادة، نختم بيك السؤال ده، إذا عندك أي إضافة فيما يتعلق بمسألة هل النساء هم ما موجودات في المناصب القيادية لأنهم غير مؤهلات أو في أسباب تانية بتعيق المسألة دي؟ طيب على حسب ما أنا خبرتي والنساء اللي تعاملت معهم، هو في العاملين هم بيأثروا عدم التأهيل، وبرضو حتى النساء اللي هم مؤهلات تماماً وممكن يكون مؤهلات أكثر من الرجال بيتم التمييز ضدهم بالذات في الوظائف اللي هي وظائف العليا اللي هي فيها صناعة قرار. ومن هنا إحنا بنشتغل على الجانب الثاني اللي هو إعطاء الفرص للتأهيل والتدريب للنساء اللي هم بيواجهوا مشاكل في إنهم يتأهلوا من الأساس. فأنا بشوف إنه الشغل إنه يكون متكامل برضو، إنه يكون في حملات بتاعة توعية وحملات بتاعة إنه يكون في حملات توعية النساء إنهم يكونوا يعني يخشوا المجال بتاع إنه يكون في صناعة القرار، وبرضو إنه يكونوا يعني يتأهلوا أو كده. فكل العوامل اللي هم بتكون مرتبطة بإنه تقلل الفرص بتاعة النساء الناس تشتغل عليها بتكون أحسن. تمام، شكرا لك كثير غادة. في أثناء النقاط اللي تذكروا فيها، في حاجة جات في بالي مثلا برضو ذكرتها سوسن، أنه بيتم فتح وظائف للرجال، أو مثلا بصورة عامة بقولوا أنه بعد فترة مثلا الآنسة اللي عاوزين يوظفوها دي مثلا حتتزوج وبالتالي حيبقى عندها مسؤوليات إضافية زي البيت والأطفال وحتترك العمل. في سؤال بيطرح نفسه هنا أنه دي طبيعة الدنيا، وده برضو عمل بتقبله والمرأة ممكن نعرفه بأنه unpaid work على حسب الموجود في الأكاديمية يعني في literature. فطالما أنه دي حاجة معروفة ودي حاجة أصلاً بتحصل بطريقة طبيعية، الأجدر بالأشخاص في الوظائف دي أو اللي هم الوظيفة النازل إن هم يسهلوا على النساء المهمة دي. يعني إذا مثلا كان موجود داي كير تابع للمؤسسة المحددة أو الشركة المحددة زي ما موجود في السودان في شركات بسيطة جدا في روضات،
أو في ممكن تكون حضانات تابعة للشركة. إذا قدرت المرأة إنه هي تجي الصباح تنزل طفلها مثلا في الحاجة دي اللي هي تابعة للشركة وتواصل عملها، ما بكون في أي مشكلة. لكن الأشياء دي هي غير متوفرة أصلا، وما بتعتبر برايوريتي، ما بتعتبر ذات أولوية، أو ما بتعتبر مهمة حتى لمتخذي القرار وأصحاب الشركات وأصحاب المنظمات المختلفة واللي هم يعني الأشخاص اللي بيفتحوا وظائف. فبالتالي إحنا بدل ما نضع مزيد من العوائق، نحاول نشوف إنه إحنا كيف ممكن نسهل المسألة دي من خلال قرارات ممكن تكون بسيطة وممكن تساهم بصورة كبيرة في إنك تكسب الحاجتين، يعني اللي هي وجود الشخص المؤهل ده معك في العمل، وإنك أنت توفر له فرصة لأنه هو يوازن مثلا ما بين الأدوار المختلفة اللي هي assigned له. طيب، عاوزة أسألكم أو أقول أطلب مثلا إنكم تقولوا لنا نشاط تم في الجهة اللي أنتم بتتبعوا لها كان ذو تأثير على مسألة الـ Women Empowerment أو تمكين المرأة، وكان عنده تأثير إيجابي على النساء السودانيات، يا إما بصفة عامة أو على النساء المشاركات في البرامج اللي أنتم بتقوموا بها. ما أعرف أبدأ من وين. سوسن؟ أوكي. طيب، يعني واحدة من النشاطات اللي إحنا عملناها السنة اللي فاتت والفخور بها جداً، إننا عملنا يعني بدينا برنامج اسمه السياسات العامة والتنموية، والبرنامج ده هو عبارة عن يعني تريننج لمدة 5 يوم، فيه بنقدم مفاهيم عن الببليك بوليسي، أهمية شنو المفاهيم، الإطار المفاهيمي لها شنو، الابروتس حقتها شنو. والمنهج ده يعني احنا عملنا له تخصيص للكونتكست بتاع الولاية يعني احنا شغالين فيها. فاحنا يعني عملنا بايلوت في ولايتين، ولاية القضايف ولاية شمال دارفور، ومشينا هناك واستهدمنا برضو فيه الخريجات وطالبات الاقتصاد في الولايتين. وبعد السيشنز دي وبعد 5 يوم بتاع التريننج، اخترنا يعني طلبنا من الطالبات انهم يكتبوا بوليسي بيبر، يعني يتطرقوا لمشكله معينه الولايه هي بتمر بها، ويقدموا توصيات بناء على الماتيريال اللي ادينا لهم يعني. واخترنا بالتين يعني من كل ولايه، ودخلوا معانا في المرحله الثانيه اللي هي منتور شيب بروجرام، مع يعني برضو باحث سوداني في مجال السياسات العامة، وحسي برضو يعني هم شغالين معاه في الجانب ده. يعني واحدة من الحياة، أول شيء إنه إحنا يعني واحدة من الحياة اللي يعني قومنا على الجمعية دي، إنه إحنا ما دعنا نركز على الاقتصاديات في الخرطوم بس، دعنا نركز على الاقتصاديات في السودان كلهم، وبالذات في الولايات الديسادفانتج والأندر ديفلوب. فلاحظنا يعني انه هم بيجوا متفاعلات معانا، يعني بيجي عندنا جروب معين في الواتساب، هم بيجوا متفاعلات معانا في الجروب ده، عندنا اجتماعات دوريه بيجوا بيحضروا معانا، البنات اللي يعني حضروا الكورس، برضو عدد من البنات اللي حضروا معانا الترينينجز، تحصلوا على فرص يعني من خلال الترينينج ده، يعني برضو يا اما انه يعني منظمات اشتغلنا معاها قدروا انهم يلتحقوا بها، أو إنه مستفادوا من الماتيريال اللي إحنا أدينا لهم، إنه يعني ياخذوا فرص في العملية يعني البروفيشنال. برضو في جزء من الطالبات اللي كانوا على وشك التخرج برضو استفادوا من الماتيريال ده، وشبكنا بينهم وبين بعض الباحثات برضو عشان يسألوهم، يعني مثلاً في بنات كانوا بيسألوا من البرنامج بتاع SWSO، في بنات كانوا بيسألوا من يعني مراجع معينة. فأنا يعني سعدت جدا بأنه يعني بيجي في التشبيك ده ما بين الاقتصاديات، يعني ما بالخرطوم بس لكن برا الخرطوم. ممتاز جدا انه يكون عندكم برامج بتتم برا الخرطوم، باعتبار انه هناك عموما الفرص الموجودة والمتوفرة ممكن تكون بطبيعة الحال اقل من في العاصمة. فالتحية لكم على المجهودات القيمة اللي انتم بتقوموا بها. مي، برضو عاوزينك تورينا نشاط أو حاجة أنتوا قمتوا بها بتعتبري أو بتفتكري إنه كان عندها تأثير كبير على النساء في السودان عموما، أو على النساء المشاركات أو الفتيات المشاركات معكم في البرامج بتاعة الإرشاد بصورة خاصة. تفضلي.
فإحنا عندنا حاجتين. في 2018 أول مرة إحنا مشينا لمدني وعملنا برنامج pilot program 3 شهور هناك. فإحنا شايفين كل مرة لما نوسع الفرص وندي الناس في الولايات فرص حاجة كويسة. ومعانا افتكر واحدة من المنتيز معانا الليلة. فده بالنسبة لهم كان فرصة كويسة يتعلموا، برضو يتعلموا من ناس مختلفين. كانوا عندنا 5 بنات تخرجوا من البرنامج بتاع مدني. فإحنا نتمنى نعمل أكثر. و2020 مع الكوفيد والتحديات اللي واجهتنا لسه قدرنا برضو نواصل ونعمل البرنامج. عملنا البرنامج كله أونلاين، فده بالنسبة لنا كان أول مرة وأول تجربة. كان عندنا بنات من ولايات مختلفة، مثلاً دارفور، الأبيض، الجزيرة برضو. فبرضو قدرنا نصل للبنات، وبرضو قالوا even though البرنامج كان كله أونلاين وما قدرنا نعمل حاجات face to face بالنسبة للورش، لسه استفادوا من البرنامج، لسه قالوا كانوا واثقين من نفسهم، عندهم السكيلز، لسه بيقدروا يعني اكتسبوا فرص مثلا internships, volunteering opportunities والpublic speaking وحاجات دي كلها لسه قدروا يصلوا لها ويصلوا لهدفهم. ممتاز، شكرا لك كثير مي. غادة، عندك أي مثال حابة توريدي ولنا عن نشاطاتكم وكيف تعتبري أنها أثرت بصورة كبيرة إيجاباً على المشاركات أو على النساء عموماً في السودان؟ أيوة، عندنا كان قبل يعني في 2018 و2017 في كانت بتقوم ورش وتدريب للخريجات والطالبات بتاعين الماجستير إنهم كيف يعملوا مقترحات بحثية اللي هي الريسيرش بروبوزل. وبرضو في ورش كثيرة قامت بها منظمة إنه كيف يكتبوا scientific papers وكيف إنهم يتواصلوا مع المجلات العلمية عشان ينشروا، واللي هي دي بتساهم كثير شديد في إنه بتساهم كثير في إنه يؤهلوا الخريجات واللي هم وطالبات الماجستير والدكتوراه في إنهم يكونوا أحسن في مجالهم. ممتاز، وأفتكر دي حاجة في حوجلة كبيرة جدا، مسألة إنه يعني how to do a research بصورة عامة ابتداء بالproposal وبرضو الميثودولوجيز والتكنيكس وغيرها، لأنه برضو أعتقد على مستوى الجامعات ما بتتوفر بالصورة الكافية للشخص إنه هو بعد ذلك يجي to perform، إنه هو يعمل يعني يمشي post graduate ويعمل مستوى بحث في مرحلة بتاعت masters أو مرحلة بتاعت دكتورة. دكتورة تيسير، رغم إنه المعهد هو حديث نسبيا، لكن أنا متأكدة إنه في أنشطة already بتتم، وبالتأكيد يعني حتى لو أنشطة بحثية بالتأكيد بيكون عندها تأثير على النساء في السودان. تفضلي. والله طبعا هو المعهد مش حديث، المعهد يعني is a baby، عرفتي؟ هو المعهد ده يعني just 3 months has been since it has been established، يعني فقط 3 شهور. احنا حاليا في المرحلة بتاعت الrehabilitation والstructuring بتاعه من ناحية بتاعت staff and so forth. لكن بالرغم من كده احنا فعلا بادين برامج، يعني مثلا احنا عاملين technical advisor لمشروع بحثي في ولايات شرق السودان، دارين نعرف تأثير الأعراف والعادات والتقاليد وتأثيرها على تمكين المرأة الاقتصادي. المعهد بيقايم بالعملية بتاعت التسهيل بتاع الكوميونيكيشن على مستوى الفيلد ويرك وعلى مستوى المؤسسات اللي هي ستيك هولدرز في الدراسة. كذلك برضو في دراسة حتبدأ هسه تقريبا في مارش أو في أبريل، هي برضو استضي صغيرون كده عن يعني الفرص والتحديات في حياة النساء الرائدات في السودان. ونقول نساء رائدات في مجال الأكاديمية، في مجال السياسة، في مجال البرايفت سيكتر، هي هتكون استضي وحيقارن وضع السودان
في الريجون العربي إن شاء الله. فدي بداياتنا يا داب في المعهد يعني إن شاء الله. معلش أنا كنت حابة أعلق على حاجة قبل، أنا كان يفترض أرفع يدي، فما عارفة إذا بتسمح لي أضيفة في الحتة بتاعت إنه هل المسألة أيوة مسألة بتاعت عدم تأهيل من المرأة ولا فرص، عدم تساوي فرص. أنت أشرتي في تعليقك على حاجة مهمة جدا اللي هي أهمية السياسات الهيكلية في إنها هي بتقدر تساعد إنه النساء ياخدن بوزيشنز عالية في مراكز اتخاذ القرار، مثلا في سياسات التوظيف اللي هي توفير الكيندر جاردن and so on، حتى توفير الإجازات بتاعت الأبوة زي ما في إجازات بتاعت أمومة، يفترض يكون في إجازات أبوة عشان النساء كمان ينزلن على الشغل، واللي يكون في زور بيرعى الأطفال غير النساء في البيت يعني. كذلك في عندنا مجالنا في مجال التعليم العالي يفترض كذلك يكون في سياسات تحفيزية للنساء عشان يقدر ينشرن بيبرز، لأنه سيمبل المرأة من شدة انشغالها الأكاديمية ممكن ما بتكون تلقى الزمن عشان تبابلش بيبر، يعني يكون عندها بروموتيف بوليسيس لأنه النساء يقدرن ينشرن، وبالتالي تكون عندهم شروط بتاع تمييز نوعي في الترقية وفي الحصول على المنح and so on يعني. فبس دي حابة أضيف إنه بالضرورة تكون في سياسات هيكلية تعمل على إزالة المعوقات وإزادة المزيد من الفرص عشان النساء يترقن في مراكز اتخاذ القرار في مختلف المجالات. شكراً. شكراً لك كثير دكتورة تيسير. تعليقاً على الجزئية الأولى اللي أنت وضحتي فيها جزء من إنجازات المركز حتى الآن رغم أنه له 3 شهور، طبعاً في الأخير عملية اتخاذ القرار لازم تكون informed، فالجانب البحثي هو من أهم الجوانب اللي هي يفترض أنه يكون الأساس والبيس، بعد ذاك اللي بتجي بعده زي ما أنت وضحتي حالياً السياسات الهيكلية وغيرها. فالدور البحثي للمركز نتوقع في المستقبل للمعهد، أنا آسفة جداً بقول مركز كل مرة، بتوقع أنه يكون عنده تأثير كبير جداً، لأنه هو الـ 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 الأساس اللي على أساسه ممكن تكون فيه أبحاث بنتكلم عن المرأة وتمكين المرأة وغيره. طيب في الجزئية الجاية عاوزين نتكلم عن إنه ما هي التحديات اللي واجهتكم لما جيتوا تقوموا بتأسيس مثلاً المجموعات أو المعاهد أو الجمعيات أو اللي هي المؤسسات اللي أنتوا تابعين لها، وكيف ممكن الأشخاص الماشيين على خطاكم إنه هم يقدروا إنه to overcome يتجاوزوا هذه التحديات ويكون الطريق لهم أسهل في العملية بتاعت إنه يقوموا بأشياء هي بتساهم في مسألة تمكين المرأة؟ نبدأ منك ما يتفضلي. أوكي. إحنا لما بدأنا كنا يعني very small زي ما قلت 5 بنات تخرجوا، فلما بدأنا عاوزين نوسع الفرص، وبرضو كان في البرنامج كان 15 بنات، وحس حاليا كل سنة بنزيد العدد، السنة دي عندنا 36 منتيز و36 منتورز. فعشان إحنا نقوم نفكر كيف to نطور البرنامج، نطور الورش، الكوريكولم، adding resources، videos وحاجات زي دي عشان البنات يستفيدوا، يكون عندهم أحسن resources، والورش برضو نجيب great speakers يجوا يتكلموا، نعمل برضو ورش أونلاين للألومناي وهكذا، وبرضو المشاريع. إحنا أكبر تحدي sustainability، فلما نفكر عن برضو عاوزين نصل للولايات، نصل لأكبر عدد بتاع البنات عشان الفرص يكون ما بس في الخرطوم لكن عموماً في السودان كله. برضو لقدام ممكن الورش ما بس يكون في الخرطوم، يكون في دارفور، في الجزيرة، في الحتات المختلفة عشان البنات كلهم يستفيدوا. فالإنكلوجن ده مهم جداً بالنسبة لنا. فده الجانب الأول، السستينابيليتي بالنسبة للبرنامج، عشان إحنا نكون قاعدين لسه يعني 5-10 سنين للأبد يعني نكون قاعدين شغالين كويس، فهذا أهم حاجة بالنسبة لنا وبالنسبة لشغلنا. تاني حاجة بالنسبة للمنتيز،
حاليا في البرنامج التحديات اللي بتواجههم بالنسبة للاستقرار مثلا في الجانب بتاع القراية. الجامعات المقفلة وما قادرين مثلا يواصلوا في القراية، ده برضو تحدي بالنسبة لهم، عشان بيكون في gap في time. يعني مثلا في بنات كانوا مفروض مثلا يتخرجوا قبل سنة قبل سنتين، ما قادرين يكونوا قاعدين في البيت، و يعني بيكون عندهم مثلا عندهم البرنامج، بيقولوا لنا اوكي حاجة كويسة عندنا البرنامج وعندنا حاجة ممكن نعملها وممكن نشجع نفسنا، والمنتور برضو بتساعدنا في الحاجة دي، نفتش على فرص، نكون اكتف، نكون بزي، نشغل نفسنا بحاجات لنفسنا عشان احنا نطور ونمشي لقدام. بدل الحاجة احنا شايفينها بالنسبة للمنتيز الحاجة شوية تحدي بالنسبة لهم، لكن احنا بنشجعهم بنقول لهم اي تحدي، لكن ممكن هم يصلوا لأي حاجة هم عايزين يصلوا لها لو بجد عندهم الإمكانية و they really want to develop. فده الحاجات احنا بنحاول نشتغل فيها عشان نقدر نعمل التأثير الكبير في البنات السودانيات. ممتاز، شكرا لك كثير مي على انك شاركتي معنا مساله الاستمراريه اللي sustainability of الشغل انتم بتقوموا به ونفسه، وقدر شو ده ممكن يكون مؤثر في امكانياتكم في انكم انتم تحققوا افضل واقصى الاهداف الممكنه. غاده، اذا ممكن تشاركينا بواحده من التحديات اللي واجهتكم لما قمتوا بعمليه تاسيس المجموعه للنساء في مجال العلوم، وكيف قدرتوا تتجاوزوا التحدي ده، وكيف ممكن الناس اللي عاوزين يمشوا على خطاكم يستفيدوا من المسألة دي؟ طيب، واحدة من المشاكل أو التحديات اللي هي كانت واجهتنا إنه ما كان يعني ما كان في إحصائيات أو أي حاجة عن النساء اللي هم شغالين في مجال الأكاديمية، في الستاف بتاع التدريس بتاع الجامعة. فالحاجة دي هي خلتنا إننا في البداية نقوم نتواصل مع جامعات في الخرطوم وفي معظم الولايات عشان نقدر نشوف أو نقدر نتواصل مع النساء هناك عشان نعمل نتورك، شبكة ذات تكون مع النساء اللي هناك عشان نشتغل مع بعض. ودي الحاجة هي في البداية كانت تحدي، لكن قدرنا نحولها فرصة كويسة، لأنه هسه علاقتنا كويسة شديد مع معظم الجامعات في الولايات بتاعت السودان كلها. فدي واحدة كانت من الحاجات اللي واجهتنا. أشرت إلى نقطة مهمة جدا اللي هي مسألة الإحصائيات، وأعتقد إنه في المطلق إحنا عندنا مشكلة بتاعت الجندر ديتا اللي على أساس حتى الاعتماد بيكون دائما على المصادر الثانوية اللي هي مثل البنك الدولي، الأمم المتحدة، وغيرها من المصادر. فدي حاجة حنرجع نتكلم فيها مع غالبا دكتورة تيسير، لأنه عندكم الدور بتاع الريسيرش، وحننتقل لك السي مباشرة عشان نسألك عن هل إنه في أي تحديات واجهت الإنشاء مثلا بتاع المعهد، وهل وكيف تم التغلب عليها، وكيف ممكن تقومي بتقديم بعض التوصيات للجامعات الثانية مثلا اللي تمشي على خطاكم وتكون معاهد مختصة بدراسات النوع الاجتماعي. أنا ممكن أبدأ معك من بدري شوية. يعني مثلا هي أكيد المعهد هسه في enabling environment at least، لأنه في supporting vice chancellor و supporting يعني council في الجامعة لأن يقوم المعهد في الوقت الحالي. قد تكون في hidden challenges موجودة قدامنا هتلاقينا في الطريق، اللي هي مسألة إنه يعني حتى لما نوقش المقترح في كثير من أعضاء زملائنا في أعضاء هيئة التدريس ذكروا بأنه ما في حوجة لوجود معهد زي ده معهد ممكن يفرز الكثير من ممكن نقول شنو الأوضاع الغريبة والإشكالات الموجودة على المجتمع، والمجتمع أصلاً يعني زي ما بقوله يعني ما ناقص إنه الناس يكون في مشاكل بتاعة إنه
المسألة النص خالطة بين المسألة بتاعت العدالة النوعية بقضايا يعني ثقافية كقضايا المثلية وقضايا الشذوذ الجنسي. يعني في ناس بيقول لنا إنه المعهد ده ممكن يمهد لأنه يكون الكلام أوبن في الأشياء دي، يكون في قرارات تطلع بيه أو يساعد إنه المعهد في إنه يصل لقرارات يعني يساعد المجتمع إنه أو يشجعه لإنه يكون في فري ممارسات أو أنشطة في الأشياء دي. طبعا نحن مع كل احترامنا لأي حرية بتاعة تعبير أو حرية بتاعة بين معين، نحن بنحترم ثقافتنا وحنشتغل من داخل الكونتكس بتاع الثقافة السودانية، وما هنعمل أي تشالنجينج لمفاهيم الناس متفقة عليها. فدي أنا بعتبرها هيدن تشالنجز اون ذا واي، هتلاقينا لقدام. في البداية زمان إحنا في كلية الزراعة كانت عندنا فكرة بتاعة تأسيس وحدة بتاعة نوع داخل كلية الزراعة. البروبوزل ده هو وجه بالبيروقراطية بتاعة العمل المعروفة، تأخير إجازة البروبوزل. برضه أنا بعتبرها هيدن داخل الأوبستيكل بتاع الثقافة الذكورية في إنه يس يعني انتو النساء يو ويل دومينيت المجال، وما في نيد لانه يكون في يعني كلير ريبريزنتيشن للنساء في الكلية and so forth. يعني طيب، بما إنك ذكرت النقطة دي، دائما لما تجي كلمة العدالة النوعية أو المساواة أو مثلا تمكين المرأة، دائما بيكون ربطها بإنه أنتوا جايين تبوظوا المجتمع. ليه بتفتكري إنه في النظرة الفيري اكستريم دي، يعني دائما الناس بتمشي لحتت أصلا ما المفروض تمشيها، أو إنه بتكون جادمنتال بصورة يعني فيها نوع من البايز غريب ويعني واضح جدا، فليه المشكلة دي موجودة عندنا؟ أنا ببساطة بفتكر إنه لأنه أساساً الفكرة بتاعت العدالة النوعية والفيمينيزم هي جات من المجتمع الغربي بمختلف ثقافاته يعني، فعشان كده الناس في العالم الثالث ربطاها أو بالذات في السودان ربطاها بإن هي يعني هتدخل مفاهيم مستوردة علينا. لكن الشيء اللي أنا بقدر أقوله إنه نحن المعهد ده واحدة من المانديت بتاعنا أو الإند بوينتس او الانت جولز بتاعتنا، ان احنا دايرين نكون فيمينيست ثيوري خاصه بالسودان. ولما نقول فيمينيست ثيوري خاصه بالسودان احنا هنستصحب الظروف كويس والمعتقدات والبليفز الخاصه بالسودان. تمام. فبالتالي احنا هنحاول نكون يعني ممثلين لثقافتنا الحقيقيه كويس، وقد ما نحتاج لاننا دارين نوصل، فبالتالي هنقدر نوصل للمجتمع ككل انه والله المساله بتاعت العداله النوعيه ده مفهوم انساني عالمي، ونحن من محتوانا السوداني منظورنا للعداله النوعيه انه كذا 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 يعني. فما ده ما بيعني بالضروره اقحام المفاهيم الغربيه على مجتمعنا السوداني، مع احترامنا لكل مفهوم او لكل ممارسة بتمارس على مستوى العالم يعني، لكن احنا عندنا خصوصيتنا وعندنا ثقافتنا و we can build our own grounded theory فيما يلي الفيمينيزم أو العدالة النوعية يعني عشان نكون ممتاز فيها. أيوة ممتاز، شكرا لك كثير دكتورة. سوسن، التحديات اللي واجهتكم لما جيتوا تأسسوا المجموعة بتاعتكم أو المنظمة بتاعت النساء الاقتصاديات السودانيات، وما هي الأساليب اللي أنتوا قمتوا بها لتواجهوا هذه التحديات؟ وممكن تنصحي الأشخاص اللي عاوزين يمشوا على خطاكم وينشئوا مثلا مجموعات خاصة بهم بحثية أو خلافه، بشنو؟ تفضلي. طيب انا عايز تسمحك يا نعم اني بقدر اتكلم عن اكثر من تحدي يعني، لكن هتكلم على تفضلي. سريع. طب ده واصل برضو في النقطه اللي قالتها ذكرتها الدكتوره تيسير، يعني واحده برضو من الحاجات اللي احنا واحده من اكبر التحديات اللي واجهناها في البدايه انه في ناس ما كانت متقبله فكره الجمعيه، يعني حتى
زملاء لنا في نفس المجال الاقتصادي، انه الاولاد برضو بيعانوا من نفس المشاكل في الاقتصاد، ليه مركزين على النساء؟ انتوا بس دارين يعني مثلا تسيطروا على السوق بتاع الاقتصاد وحاجات زي دي. فيعني بالنسبه لي بقيت يعني بقينا نوعا ما دارين نعمل دايلوج بين يعني الناس اللي هم ما فاهمين فكره الجمعيه او ضد فكره الجمعيه، ونحن عشان نوريهم انه المخاوف اللي عندهم دي هي ما مخاوف حقيقيه، انه السوق بتاع الاقتصاد ده مثلا سوق واسع جدا، بالعكس انه يعني لما يكون عدد الناس المؤهلين شغالين في المجال المعين كبيره، بالعكس هيزيد من التنافسيه وهيزيد من الكواليتي بتاعت الشغل بتاعت الناس. يعني برضو يعني في اسباب معينه خاصه بالنساء ما بتخليهم يعني يبرزوا في مجال الاقتصاد مختلف مع الرجال، يعني مثلا البيت ما بخلوها تسافر براء، البيت ما بخلوها تطلع من البيت، دي حاجات انت قد تكون مختلفه من انت التشالنجز اللي انت بتمر بها كميل يعني في مجال الاقتصاد. يعني نصيحتي للناس انه انتوا دول انت تعملوا جمعيه، وفي ناس ضد الجمعيه، لكن انتوا 10 ناس 12 ناس اجتمعتوا وشايفين ان الفكره دي فكره مهمه، probably هي فكره مهمه وانتوا المفروض تستمروا فيها برضه. يعني الحاجة الثانية إنه يعني قدر الإمكان إذا تبدو عندكم الفكرة دي ودارين تبدو، أعملوا خطة من البداية، خطة ما تكون إنه الخطوتين الجايات شنو بس، لا خطوة إنه إحنا الخطة تكون إنه السنة الجاية كلها هنعمل شنو، والسنة الثانية هنعمل شنو، والسنة الثالثة هتعمل شنو. هي قد تختلف يعني قيد يعني لما تتنفذ الفكرة، لكن أحسن يكون عندكم خارطة الطريق. دي حاجة مثلا إحنا ما كان عندنا لا من الأول وعملت لنا ربكة يعني في الشهور الأولى، لكن حس حاليا يعني إحنا يعني رسمنا خطة يعني للجمعية، خطة كويسة يعني. الخطة دي ذاتها بتخليك تكون مركز وما ما تكون easily distracted بالفرص والحاجات دي، تخليك مركز على اللاين حقك. الحاجة الثالثة التشبيك، واحدة من الحاجات اللي أنا رجع بها زي ما كنت يعني كنا في الجمعية نركز عليها، اللي هو نشبك مع نعمل سيرفي للناس الشغالين في المجال اللي احنا دايما نشتغل فيه ونحاول نشبك معاهم. لأنه مثلا حس احنا في البرنامج حقنا بتاع التريننج تعبنا جدا عشان نتواصل مع طالبات في جامعة القضارف وجامعة الفاشل شديد يعني. فمثلا أنا لو كنت عارفة بالجمعية بتاعت أستاذة غادة أنا كان ممكن يعني احنا نتواصل معاهم وبعد ذاك هم يدونا كونتاكس ويسهل علينا الموضوع أكثر. فعشان كده أنا شاكرة يعني للمنبر اللي أنتوا حسي يعني يعني إحنا جمعتونا فيه، حسي عرفت خلاص أربعة ثلاثة مؤسسات أنا ممكن يعني هو أتواصل معاهم لو إحنا عندنا يعني بروجكتس شبيهة بالحياة اللي هم بيعملوها. شايفة غادة فتحت المايك، عاوز تضيفي حاجة؟ أيوة، عايز أضيف إنه يا ريت والله نتواصل، ويكون لأنه شغلنا باليد فيه مناطق بتاعة التشغيل إحنا ممكن نتواصل ونعمل شغل كويس مع بعض. فأنا سعيدة إنه الليلة يعني اجتمعنا وتعرفنا على يعني السبيكرز اللي هما النساء ونشيطات خالص، وتكون فرصة سعيدة جدا إنه نشتغل مع بعض. شكرا سوسن وشكرا غادة. وبرضو في حاجة أنا عاوزة أضيفة، لأنه في ناس بيسألوا في الشات بوكس عن إنه هم عاوزين يتواصلوا معاكم، فكيف إنه هم يقدروا يتواصلوا معاكم؟ فإذا أي واحدة منكم وضعت لنا اللينك بتاع الموقع بتاعكم أو البيج في الفيسبوك أو أي مكان من خلاله يقدروا إنه هم يتواصلوا معاكم، بيكون ممتاز جدا. طيب أنا بحاول من قبل أكتب وألخص وحاول يعني أكتب النقاط المهمة، لكن المشكلة إنه أي حاجة أنت ذكرتها هي مهمة، فصعب علي فكرة إنه أقدر يعني تسمرايز في الآخر. عاوزة أنبه لنقطة، الناس الموجودين معانا إذا عندكم أي أسئلة أكتبوها في الشات بوكس أو أكتبوها في التعليقات في الفيسبوك، وإحنا حنحاول إنه نقوم نجاوب عليها في نهاية الويبينار. تقريبا وصلنا لآخر سؤال أنا عندي لكم، ممكن يكون الأشخاص الموجودين معنا عندهم أسئلة تانية. المسألة مربوط بجزء كبير من المداخلات اللي أنتوا قمتوا بتقديمه واتكلمتوا فيها. السؤال بتاع ليه
ليه بتتكلموا لنا عن تمكين المرأة وليه احنا لازم نقوم بتمكين المرأة؟ واحنا حتى لما ختمنا الإعلان بتاع الويبينار ده كان فيه أسئلة عن إنه يعني ده شو ده، وليه ما في البانل، ليه ما فيها الرجال، وكمية من الأسئلة. دايما في التعليق بتاع ده ما وقته، أو دي ما أولوية، أو نحن مشاكلنا في السودان أكبر من مسألة المرأة ومسألة المساواة أو مسألة تمكين المرأة. عاوز أي زول من مجاله ومن وجهة نظره يورينا ليه ده وقته، وليه الوقت المناسب هو الآن، وليه مسألة تمكين المرأة دي عندها تأثير حتى اقتصادي على اقتصاد البلد، عندها تأثير اجتماعي على إنه هو تغيير شكل المجتمع للأفضل، ولماذا يجب إنه إحنا كلنا رجالا ونساء نبدأ الآن. نبدأ منك دكتورة تيسير، تفضلي. أيوة، ليه تسحي طعم لتمكين المرأة ناو؟ لأنه أول حاجة إحنا في زمن المعرفة، وإنه المعرفة ملك وحق لأي شخص، كويس؟ فبالتالي المرأة من حقها إنها تتعلم وتمشي في المراكز بتاعت اتخاذ قرار، إنها تكون زورة منتجة، إنها زورة بتغير في مجتمع، كويس؟ فعشان كده نحن باعتبار كل الفرص وكل التحديات والمشاكل اللي بتعيش المرأة في المجتمع بتاعها، ده عصر العلم، لازم نحن it is high time إنه to get the women empowered، عشان ده عصر العلم وعصر المعلومة. دي واحدة. الحاجة الثانية، نحن برضو we are challenged بعالم متغير، من ناحية بتاعت مناخ، من ناحية بتاعت حروب، من ناحية بتاعت سياسات بتتغير. كل الأشياء دي هتنعكس على كل المجتمع، وبالأخص المرأة، لأن المرأة في كثير من المواقع بتكون هي vulnerable أو هشة في وضعها، كويس؟ مثلا عندنا في أريافنا السودانية بنلقى إنه الرجال نتيجة لتغير المناخ، نتيجة للحروب، هاجروا وسابوا النساء في مناطق براهم، زي هاف to care for the family، هم اللي حيزرعوا، هم اللي حيمشوا يحتطبوا، هم النساء هم اللي حيوفروا الموية، كويس؟ فعشان كده يفترض المرأة تملك السكيلز والمهارات والمعارف، كويس؟ لأنها تكون زولة productive وزولة تحمي النتورك بتاعها وتحمي الفاميلي حقتها، وتكون زولة منتجة في المجتمع. فإذا because it is the time of knowledge، والمعرفة وعصر المعرفة، المرأة it is high time إنها to be empowered. والشيء الثاني، التغيرات بتاع الطبيعية، التغيرات الجيوسياسية كلها الموجودة في العالم بتفرض علينا إنه هي أصلا بتنعكس أكثر سلبا على النساء، عشان كده النساء هم الأحق لإنهم يتم تمكينهم عشان يقدروا يواجهوا التشالنجز الموجودة في العالم ككل. فأفتكر ده my point يعني. طيب بس سؤال برضو أخير، هل الصعوبات والتشالنجز اللي هي عامة مثلا زي جائحة كوفيد فور اكزامبل، أو غير من التحديات اللي ممكن تكون موجودة إذا كانت متعلقة بالاقتصاد أو متعلقة بالسياسة أو متعلقة بحتى الانفايرمنت، هل تأثيرها السلبي على النساء بيكون أكبر في العادة؟ ومع إفراد أمثلة مثلا يعني للنقطة دي، يعني باعتبار إنه ممكن تو أرجيو إنه في الآخر التحديات هي واحدة يعني، فلماذا برضو إحنا بنركز على النساء؟ ايوه، لانه مثلا الجائحه بتاعت كوفيد دي هي اساسا مثلا جائحه ادت لانه الناس تفقد فرص عمل يعني، كويس؟ وادت لانه المصادر الاقتصاديه تكون شحيحه يعني، او الموارد تكون شحيحه، كويس؟ فبالتالي لانه النساء اساسا هم البارتيسيبيشن بتاعهم في الليبر فورس قليل، كويس؟ فبالتالي ادت لانه عدد النساء، الجائحه خلت انه النساء اساسا يعني مشاركات عددهم أصلاً يقل، فبالتالي ده بيجي دبل إفكت على النساء سببته الكوفيد مثلاً. فبالتالي هي أدت لي هي هتساهم، ممكن تساهم في إفقار النساء بشكل أكبر من الرجال، لأنه إذا أصلاً في الجائحة يعني بتأثر على الليبر فورس، فبالتالي النساء حصل لهم كت أكتر من الرجال في الليبر فورس أو في الماركت عموماً يعني. واحدة برضو طالما نحن نتكلم عن كوفيد كمثال، واحدة من الأشياء اللي حصلت إنه وجود الرجال في المنزل لفترات طويلة وزادت زاد الـ domestic violence،
داس زاد طبعا بالتأكيد, which is unfortunately, وأنا دي الحاجة دي يعني خلت في رأسي سؤال إنه هل مؤسسة الزواج يعني هل هي مؤسسة ما valid anymore؟ إذا أصلا الناس إذا تقعد في البيت بتتشاكل ليه الناس تتزوج يعني من أصل يعني إذا أساسا وجود الناس في البيت مع بعض الكبوس بيؤدي إلى عنف, أدى لأنهم هم يعني يتطلقوا والناس حصل بينهم انفصال وبيلونس and so on, فيبقى we have to reconsider and restudy المؤسسة تحت الزواج يعني. أيوة ده سؤال مهم نحن ممكن نفرد له ويبينار كامل للإجابة عليه. طيب شكرا لك كثير دكتورة تيسير على النقاط المهمة جدا اللي وضحتيها واللي اتكلمتي عنها. سوسن, نفس السؤال موجه لك, ده وقته؟ طبعا ده وقته كامل امبارح يعني, هو اكشلي ما كان تاخرنا لكن اتاخرنا شديد لكن بتر تو بي يعني خلاص يعني احسن نبدا من حسي. طبعا يعني عموما اعتقد ده وقت مناسب انه الناس يعني تركز جدا على الموضوع ده, لانه في السنتين اللي فاتوا كان في موجه بتاعت recognizing الدور بتاع يعني المرأة السودانية, كان من زمان عندها دور في الاقتصاد وفي السياسة في الحياة دي لكن ما كان recognized, لكن حسي بيجي recognized ما على ذاته يعني ما locally بس على السودان لكن globally برضو يعني في recognition لدور المرأة كان في الثورة. فأنا شايفة إنه من المهم جدا إنه الناس تغتنم الفرصة دي والمومنتم ده ونحاول نطالب بالحقوق حقتنا. الحقوق دي في النهاية حقوق إنسان يعني في من يعني من حق أي زول في المواطن السوداني يكون عنده opportunities إنه يكون مواطن فعال ويحقق الحاجة اللي هو دايرة يعني. فبالنسبة لي it's very high time زي ما قالت دكتورة تيسير. بس كنت دايرة معلش أضيف نقطة في الموضوع بتاع الجائحة بتاعت كورونا, ولي أنا يعني دي واحدة إذن لي من ال من الـ من الـ من الأريز في السودان الستاتستكس فيها ضعيفة جدا وممكن تكون مضللة, اللي هو المشاركة في الليبر ماركت. فالستاتستكس بتطلع لنا يعني عن مشاركة النساء هي ذاتها يعني آخر إحصائية كانت بتاعت الـ Household Budget and Poverty Survey في 2014 لقيت إنه 30% من النساء هم مشاركات في سوق العمل يعني الناس اللي ممكن يكونوا يشاركوا في سوق العمل, لكن ده ما بيعكس الوضع الحقيقي. مشاركة النساء أكبر شديد في الاقتصاد لكن بتكون informally فما بتكون recorded وما بتكون recognized يعني. فجائحة كورونا ضربت يعني النساء شغالين في الانفورمال سيكتر بالذات, مثلا شغالين في المجال بتاع بيع الطعام الأطعمة والأشربة, ده كان مصدر دخل مالهم بس لكن لأسرهم بس يعني. ومعروف جدا إنه في السودان في أسر كثيرة هي يعني women headed households, فده ما أثر بس على النساء لكن برضو أثر على الأسر اللي هم بيعيلوها. لكن يا هو نظرا لأنه الداتا ما متواجدة بالصورة يعني كافية عن الانفورمال سيكتور في السودان, زو بس بيعتمد على يعني هو anecdotal يعني observations في الحياة دي. تمام شكرا لك يا سوسن, وبرضو عاوزاك توضح لنا نقطة تانية من ناحية اقتصادية, هل اقتصاد البلد ممكن يزدهر ويتأثر ويكون يعني في هل في علاقة طردية ممكن نقول ما بين وجود النساء مثلا في سوق العمل بصورة أكبر أو وجودهم في مناصب قيادية بصورة أكبر مقارنة مثلا بـ economic indicators let's say GDP أو غيره, وهل في بحوث زي دي تمت في السودان؟ إذا ما أعتقد تمت في السودان الحاجة زي دي, عشان كده أفتكر وجود يعني محد زي محد دراسات النوع الاجتماعي والمجموعات البحثية التانية مهم جدا إنه يتم جمع بيانات لحياة زي دي, والبيانات مهمة لأنه بناء عليها السياسات دي برضو بتتبني ويكون بيحصل لها يعني تصميم. لكن يعني في أرقام اقتصادية جدا يعني هو بتشير إنه مشاركة النساء في اقتصاديا بتؤدي لإنه يحصل يعني overall يعني development و prosperity للاقتصاد. هي بس من ناحية ذاتها بسيطة يعني, إذا أنت عندك يعني 3 ناس شغالين بيكون في 4 ناس شغالين و5 ناس شغالين في الاقتصاد ده معناته الإنكم ده عايز يزيد,
وفي الاقتصاد عندنا حاجه اسمها هو المالتيبلاير افكت او التاثير المضاعف، انه اذا زاد الانكم بتاع زول معين ده يزيد انكم بتاع زول ثاني في الاقتصاد، اللي هو اذا انا بشتري مثلا عيش من زول معين اشتريت منه عيش اكثر، الدخل بتاع زول بيعلى العيش بيكون بزيد، والبتاع العيش ده بشتري من ناس ثانيين، فبحصل شنو مضاعفه للاثر الايجابي ده، وبحصل فائده عامه يعني للاقتصاد. شكرا لك كثير سوسن. حابة أضيف برضو أنه أنا كنت بقرأ في ورقة بحثية عن تأثير Women Economic Empowerment أو عموما أعتقد Gender Equality I don't remember correctly على الاقتصاد. ففي نقاط كانت الورقة بتتكلم بصورة أساسية عن الوسائل من خلالها ممكن يكون في أول الـ variables الموجودة في النص، المتغيرات في النص الممكن على أساسها تقدر المسألة بتاعة الـ empowerment دي تأثر على الاقتصاد. واحدة من الحياة اللي قالت أنه بصورة عامة النساء هم أكثر إنفاقاً على تعليم أبنائهم وعلى صحة أبنائهم، فبالتالي هم لما يكون عندهم مصدر بتاع الدخل بيزيد الإنفاق بتاعهم على التعليم وعلى إنه الويل بينج بتاع أبنائهم، وبالتالي في اللونج تيرم بيكون تأثير إيجابي. واحدة من الحياة برضو الفيري انتريستينج وأنا هحاول أضع اللينك دي هنا إذا سلقيت الورقة، اتكلمت عن إنه النساء هم less corrupt، أقل فساداً أصلاً، بناء على ديتا ما رأي الشخصي للكاتب وعليه طبعاً less corruption means more prosperity in terms of the economy، يعني أول بيكون في ازدهار اقتصادي أكثر. وكان في عامل ثالث أنا نسيته لكن حتى حط على الورقة في الجروب بتاع الباحثين السودانيين للناس اللي عندهم رغبة إنهم يعني يمشوا يقروها وكده. يعني نسأل غادة نفس السؤال، هل أولوياتنا حالياً في السودان هي تمكين المرأة؟ وليه إذا الإجابة نعم دي الحاجة دي يجب أنها تكون في الـ priority list بتاعتنا، يعني سقف الأولويات؟ تفضلي. أكيد طبعاً أكيد أولوية بتاعت تمكين المرأة هي في أي زمان وأي مكان المفروض تكون هي الأولوية. الآن بذاته الآن هو أنسب وقت، لأنه البلد حالياً بتمر بحالة بتاع التغيير وثورة، والثورة إذا ما غيرت جذور المشاكل اللي عندنا دي هي هتكون ثورة ناقصة. وبرضو اللي هو إذا ما حصل تغيير في وضع المرأة في بلدنا الآن بالذات حيكون الشعار بتاع العدالة في الثورة حيكون شعار متنفس، لأنه يعني بطبيعة المجتمع هو نحن نص المجتمع إذا ما أكثر. الآن هو الوقت المناسب، والآن هو الوقت المفروض يحصل فيه التغيير ده أو التمكين المرة، الناس المفروض تتكلم أكثر عن الموضوع ده. تمام، ممتاز ممتاز لك، ممتاز جدا غادة، شكرا لك. نمشي لمي، تفضلي. Okay, شكرا. أنا عايز أقول the time is definitely now. الحالة دي مهمة جداً. المرأة عندها so much potential وبس محتاجين للفرص، والبنات ممكن يعمل حاجات كثيرة. في African proverb بيقول educate a man, educate an individual. When you educate a woman, you educate a nation. فالمعنى that when you educate women, you don't just help المرأة، بتساعدي المرأة بتساعد أسرتها المجتمع والبلد كله. التعليم لما بيكون مع المرأة هي بتوزعها للناس التانيين، وإحنا شفنا الحاجة دي في المنتيز في البرنامج. بتكلموا مع الناس التانيين عنهم، يتعلموا شنو في البرنامج وبيوسعوا الفرص وبيساعدوا الناس التانيين، وبرضو عاوزين يكونوا مثلا معانا في التيم يساعدونا ويساعدوا ناس غيرهم بالحاجات هم يحتسبوها. فالحاجة دي مهمة جدا. في البنات يعني عندهم ambitions، عندهم طموح عالية وعاوزين يعملوا يعني حاجة في المجتمع، حاجة في السودان. لكن مرات بيشوفوا ال obstacles في البلد مثلاً وما قادروا يعني ما قادرين يواجهوها أو يتجاوزوها. فالحاجة دي لازم الفرص تتسهل أو البيئة يكون شوية يعني conducive أو بتساعد البنات عشان هم يقدروا يتجاوزوا التحديات ويكونوا يصلوا مرحلة هم عاوزينها. يعني في يكونوا leaders، يكونوا حتاد عالي في مجالهم،
يدخلوا في حاجات مختلفة، يجربوا حاجات ما يخافوا. مرات البنات بيخافوا من يعني يشيلوا فرصة أو يعملوا حاجة عشان بيقولوا لا ما حياخدوني، لا الحاجة دي ما لي أنا ما بقدر، ما عندي الثقة في نفسي عشان أنا أعمل الحاجة دي، الناس دي هم بيعملوا الحاجة دي عموما، دي ما حاجة للبنات. فأنا بقول الحاجة دي لكم كلكم، أي زول عنده حاجة مميز فيه، وأي زول عنده القدرة وعنده المهارات وممكن يعمل أي حاجة. فالفرصة definitely the time is now، إحنا لازم نتكلم في تمكين المرأة، ولازم الحاجة دي الناس ما يقولوا لا ما وقت وعندنا حاجات تانية أولويات، لا لو الأولويات ما للنساء ما للمرأة حيكون لمنه؟ ما إحنا زي ما قلنا half of the nation، والhalf لازم يكون يعني الليتراسي، التعليم ده مهم مهم جدا، القراية، الجامعات، يعني having the tools for you to educate yourself، the tools عشان أنتي تمشي لقدام مهم جدا. الناس يعني التعليم ما في التعليم الناس ما حيعرفوا أصلا الفرص شنو، أو عاوزين أو حيعرفوا حيمشي لوين. فالتعليم ده مهم جدا مهم جدا، خصوصا للنساء عشان هم يقدروا عندهم يكون عندهم التولز والسكيلز في يدهم ويقدروا يمشوا لقدام. شكرا. شكرا لك مي. نحن باقي لنا تقريبا 5 دقائق قبل ما نختم. حاليا ما شايفة عندنا في الشات بوكس أسئلة كثيرة، جزء كبير من الأسئلة ممكن تكون already تمت الإجابة عليها أثناء الويبينار، وفي سؤال حنطرحه عليكم جميعا، بتمنى أنه نحاول نجاوب within 30 ثانية ل 1 minute. السؤال بتكلم عن الأمية، وانه درجه الاميه او نسبه الاميه هي عاليه جدا، لا سيما في المناطق اللي هي ممكن نقول عليها كونتري سايد، يعني في الاقاليم مثلا. فبتقوموا بشنو بالضبط عشان يساهم على تقليل نسبه الاميه في المناطق الطرفيه؟ نبدا من دكتوره تيسير، تفضلي. طيب يعني احنا كمعهد يعني احنا علينا اول حاجه دراسه الظاهره واسبابها، اللي هي تتعلق بأننا ندرس كل الأسباب الهيكلية اللي بتؤدي لأنه المرأة يعني ما تأخذ حقها في التعليم، الأسباب الثقافية، أسباب بتاعة زي ما بنقول الpower relations الموجودة في المنطقة في الثقافة المعينة، دي كلها أسباب هيكلية هي بتؤدي لأنه ثقافات معتقدات بتؤدي لأنه يعني الانرولمنت بتاع البنت في المدارس أو للتعليم ما يكون كبير، يعني إنه البنت ما تتعلم أو البنت تقرأ لحد مرحلة معينة وما تواصل باقي تعليمها. نحن مهمتنا إن نحلل الأشياء الهيكلية دي ونقترح لها معالجات كذلك هيكلية. يعني مثلا ممكن الناس later on تصل لأنه نربط مسألة الزواج بأنه المرأة تكون تمت سلم تعليم معين، أنه ما تصدر وثيقة بتاع الزواج وما كانت الشابة رح تتزوج أكملت مرحلة معينة من التعليم أتليست يعني على الأقل. إضافة لكده التدخلات المجتمعية الثانية ممكن يقترحها المعهد، اللي هي المسألة بتاعة التوعية والإرشاد والتدريب كويس للمجتمعات المتأصلة واللي ثقافتها متجذرة في إنه في رول معين للنساء هو المفروض يقوم به. نحن يعني هنشتغل لإنه ندرب الجمعيات بس المجتمعات البعيدة دي المهمشة في إنها توضح أهمية التعليم وأهمية تعليم المرأة، وبهين الزول بيشيد بكل المؤسسات التعليمية العريقة الموجودة في السودان اللي اهتمت بتعليم المرأة بدءا من مؤسسة الرائد بابكر بدري اللي هو كان له دور كبير في إدخال عدد كبير من النساء في التعليم والدراسة إلى أن انتهت بتكوين مؤسسة رائدة زي جامعة الأحفاد للبنات. فأتمنى أكون يعني أوضحت جزء من الأشياء المطلوبة يعني. شكرا لك كثير دكتورة تيسير، وقطعا قمتي بالتوضيح. سوسن، بالنسبة لمسألة الأمية، ما هو دوركم في أو إذا عندكم أي أنشطة بتقوم في المجال ده؟ أو طبعا نشاط الجمعية الاقتصادي قد يكون بعيد عن المسألة دي، لكن هو في الحقيقة إنه المجموعات اللي إحنا يعني المجموعة اللي إحنا مركزين عليها هو النساء اللي هم في
في الجامعة أو ما بعد الجامعة يعني، فعشان كده ما عندها تركيز كبير على المراحل الأولى من الدراسة. لكن I think إنه الموضوع مهم جدا وممكن يتم يعني عمل بحوث فيه. إحنا برضو ممكن نشارك في الحاجة دي، أعتقد إنه يعني حاجة مهمة وبتصب في الهدف الأكبر بتاع إنه تمكين المرأة في شتى المجالات. فسو لو في أي واحدة من المجموعات المعانا هنا مهتمة بعمل يعني عمل بحثي في التوبيك ده، يعني ممكن يكون يعني تشبيك كويس أو كولابوريشن كويس يعني يكون ممتاز. وإذا في أي شخص من الحضور حابة برضو اقتصادية حابة تنضم للجمعية وتقوم بالنوع ده من البحوث بيكون برضو أعتقد ممتاز. وأنا وضعت تاني اللينكات، جمعتها كلها ووضعتها في مسج رسلتها في الشات بوكس. مي كذلك أنتم ممكن تكونوا بعيدين عن المسألة دي، لكن ممكن إنداركتلي تقدروا تأثروا عليها ربما يعني بصورة غير مباشرة. تفضلي. الأسئلة عن الإلكتريسي في الرورال أرياز، بالنسبة لنا زي ما قلت إحنا عاوزين نوصل البرنامج للولايات والحتات المختلفة في السودان، فدي حاجة مرحلة اللي قدام. ولو عملنا برنامج للبنات في الثانوي كانوا عمرهم 14، لكن أبدر من كده ما عملنا برنامج، لكن دي حاجة ممكن نقدم لما تبدو من هم يكونوا أعمارهم younger، هم بيكتسبوا المهارات وبيقدروا يمشوا لقدام. فأتمنى لقدام إحنا نعمل مشاركة مع الناس ونقدر نصل للبنات الأصغر، نقدر نوفر الفرصة والتعليم ده. ممتاز، شكرا لك كثير. مي غادة، أي مداخلة فيما يتعلق بالموضوع ده؟ طبعا المجال بتاع الأمية ومحو الأمية نحن عموما ما شغالين فيه حاليا، لكن عندنا جانب بتاع الشغل مع المجتمع اللي هو community work بتاعنا. اشتغلنا قبل كده مع المجتمعات الريفية، فممكن اللي هو برنامج زي ده ممكن يكون ممكن نشتغل فيه برضو. شكرا، شكرا كثير. في سؤال تاني جانا، استسمحكم انه اخذ من زمنكم اذا ممكن شويه دقائق اضافيه للاجابه على السؤال دي. السؤال بيتكلم عن تقييمكم للتجارب الحديثه المتعلقه بسياسات التمييز الايجابي، باعتبار انه اعطاء بعض النساء الاولويه في مجال التوظيف في الوظائف القياديه في السياق السوداني خاصه بعد الثوره. هل بتعتقدوا انه المجهود دي كانت كافيه ام لا؟ نبدا من دكتوره تيسير كمان، تفضلي. والله انا اتخيل لي الحاجه دي هي ما تم تنفيذ، ما يعني has not been activated really، عرفتي يعني. مثلا هو كان من ضمن الحاجات اللي طلعت بها الوثيقه بتاع الدستوريه بتاعه الثوره انه يتم تمثيل النساء بنسبه 40% في كل المناصب القياديه، المناصب التشريعيه and so on. فالابلكيشن تم انه فقط يعني كان التمثيل على المستوى التكل التشريعي، وأساساً المجلس التشريعي ما قام على المستوى الاتحادي، فحتى الحاجة دي على المستوى المحلي ما ذكرت وما كانت مقصودة يعني. كذلك التمثيل على المستوى السيادي ما كان بنسبة 40% definitely زمن المجلس السيادي الأول ولا حتى الحالي ده. فأنا أعتقد إنه إذا أخذت المثال بتاع المسألة بتاع تمثيل النساء 40% في المراكز القيادية، إذا أخذت المثال بتاع الثورة، فأنا بعتبر إنه الحاجة دي لم تنفذ بشفافية ولا بحرفية يعني. شكرا دكتورة تيسير. إذا في أي واحدة من الضيوف الكرام عندها حاجة حابة تضيفها تفتح المايكو وتفضل. طيب أنا بس يعني أنا بتفق برضو مع دكتورة تيسير، وصراحة يعني الحياة نصت على الوثيقة ما تحققت. برضو بنلقى إنه التمييز بين قوسين إيجابي حصل للنساء يعني حصل مثلا في وزارات معينة يعني، مثلا يعني بس أخذ مثال الكابينت يعني، ففي وزارات معينة خدت فيها نسوان مثلا في الرعاية الاجتماعية، الحاجات دي، التعليم،
لكن في الوزارات دائما بيكون عندها الويت الأعلى في إدارة الدولة، يعني ستيل هي يعني ما هو بنلقى فيها رجال، مثلا إدارة المالية، وزارة الصناعة، الحاجات دي كلها. فأنا برضو يعني برجع في ستيريوتايبنج برضو لتوظيف المرأة وإعطائها يعني تمييز إيجابي، إنه ستيل إحنا حاصريننا في المجالات المعينة دي اللي عندها بعد يعني اجتماعي، والحياة ممكن يكونوا يعني مفتكرين حياة خفيفة يعني. شكرا كثير سوسن. غادة شايفاكي فتحتي المايك، تفضلي. أيوة، كنت عايزة أعلق برضو في حتة إنه مشاركة المرأة في بعد الثورة وكده. فأنا عايزة أقول إنه في حتى في المستوى لجان المقاومة كان في حملة كويسة شديد شايفاها، اللي هي حملة خش اللجنة. كانت من ضمن الحاجات الكويسة اللي هي خلت إنه يشجع بنات كتار إنهم يكونوا جزء من التغيير الحاصل في الشارع ده. فأنا من رأيي إنه التغيير بدأ من تحت، فالبناء القاعدي اللي هو مشاركة النسوان في لجان المقاومة حاجة مهمة شديد، وهي الأساس اللي حتخلي فيه تغيير حقيقي يحصل حتى على مستوى السلطة التنفيذية أو المجلس السيادي، إذا حصل في المجلس السيادي يعني كده. شكرا لك كثير غادة. مي، إذا حابة تضيفي أي حاجة تفضلي. عايزة أقول لازم الحاجات الحاصلة في الشارع بعد الثورة لازم برضو يكون في جانب بتاع decision making opportunities، عشان يعني لما هم يكونوا في حتات عالية في decision making هم بيقدروا يقولوا أوكي السياسات أو policies ما مناسب مع مثلا objectives حق المرأة عن تمكين المرأة. فالحاجة دي لازم to translate from يعني ال ground ولا community level لغاية ال board level or managerial positions. الحاجة دي مهمة جدا ولازم نشوفها، ما بس يعني مثلا لما يقولوا عاوزين 40% representation بتاع ال women، لكن زي ما قالت دكتورة سوسن يعني يكونوا في مجالات مختلفة عشان يعملوا التأثير الحقيقي احنا كلنا عاوزينه. شكرا لك كثير مي، شكرا لكم كثير جدا على وجودكم معنا الليلة، وعلى النقاش الممتاز جدا، وعلى النقاط اللي قمتوا بتوضيحها والإشارة لها. أنا أعتقد أنه النقاش دي يعني very rich وغير كده متفرع بصورة كبيرة، وما حيكفينا بتاتا زمن يعني ساعتين أنه إحنا نقدر نتطرق لكل الأشياء. أنا سعيدة جدا بوجودكم الليلة، وحقيقي يعني فتحتوا ذهن الواحد وأشرتوا لنقاط ممكن ما كانت موجودة في تفكيرنا، وربما برضو تفكير المتابعين الموجودين معنا. قبل ما نختم وقبل ما أقوم بتقديم بس يعني زي تقريبا ملخص سريع، إذا في أي كلمة أخيرة حابين تقولوها قبل ما نختم، نبدأ من غادة. تفضلي غادة. أيوة، أنا سعيدة جدا بأنه كنت ضمن المتحدثات الليلة في الويبينار، وبشكرك يا دكتورة نعمة، وبشكر دكتورة تيسير ومي وسوسن، وبتمنى أنه يكون في تواصل بيناتنا بعد الويبينار برضو بإذن الله إن شاء الله. مي، تفضلي. شكرا لكم الليلة كلكم. سعيدة جدا أنا معاكم، النقاش كان مفيد جدا بالنسبة لي، و يعني حاجة كان ممكن نكون أكثر من 3 ساعات نتكلم في الحاجة دي. وأتمنى برضو نتواصل بعد السيشن، وشكرا لك للإنفيتيشن دكتورة نعمة وكل المشاركين الليلة. شكرا. شكرا لك يا مي. سوسن، تفضلي زميلة المهنة. طيب والله يعني شكرا جديد، بشكر المبادرة لاستضافتنا الجمعية، وأنا سعيدة جدا أنه تعرفت على دكتورة تيسير ومي وأستاذة غادة. أنا قبل الويبينار ده ما كنت يعني بعرفهم معرفة شخصية، وأنا متأكدة يعني أنه في المستقبل يعني إن شاء الله هيكون عندنا يعني شغل مشترك مع بعض. وبرضه كنت أنبه في حتة بتاعت أنه يعني تبكير المرأة is not necessarily إنه حاجة هو ضد الرجل أو ضد مجموعات مختلفة، بالعكس تبكير المرأة هو تمكين المجتمع، وإحنا محتاجين بعض يعني
احنا حتى يعني كمؤسسات نسوية ما نقدر انه احنا ننجز الاهداف حقتنا برانا، محتاجين برضو حلفاء معانا يعني رجال يعني، فكلنا نقدر نساعد بعض وكلنا نقدر نحقق السودان اللي احنا يعني بنحلم به ونطلع به ان شاء الله. شكرا لك كثير سوسن، وشكرا على انك وضحت النقطه دي. يعني احنا ما ضد اي زول وما جايين نحارب، احنا جايين بس نطالب بحقوق قد تكون كانت مفقوده بالنسبه لنا لفتره طويله، وده بضروره الحال ما بيعني انه احنا حنسلب حقوق الاخرين او حنتغول عليها يعني، انما هي زي ما قلت حياه تشاركيه وتحالفيه. دكتوره تيسير تفضلي. أنا بضم صوتي لصوت الأخوات في إنه دي يعني كانت فرصة جميلة جداً إننا نتلاقى، وإن شاء الله هنتعاون مع بعض بإذن الله. وبشكرك يا دكتورة نعمة على الفرصة في إنه مجموعة الباحثين السودانيين تصمم سيمينار جميل زي ده والناس تشارك فيه، والشكر للمرة الثالثة لأنك أديتي فرصة لمعهد دراسات النوع الاجتماعي في الجامعة إنه يبرز أتليس على مستوى السوشيال ميديا، لأنه هو حاجة جديدة. فأنا بشكر جداً إنك أديتني الفرصة لإني أعرف الأودينس بالمعهد وبنشاطاته وبفكرته، وأم سو هابي يعني للمشاركة يعني حقيقي شاكر جداً. شكرا لك كثير دكتورة تيسير، وأنا حقيقي الأسعد بوجودكم معانا الليلة، وأعتقد أنه دوي بنار تأخر حتى كان مفروض يكون واحدة من أولوياتنا إحنا ذاتنا في مجموعة الباحثين السودانيين. النقاش حيطول، وإن شاء الله لقدام يكون في تعاون أكثر ويكون في ويبينارز إضافية تناقش مثلا موضوعات محددة. زي ما قلت مسألة أنه أنا أحاول ألخص الويبينار دي صعبة شوية، لكن ححاول. في البداية تكلمنا عن التمكين، وقلنا أنه التمكين أنه نحن نتحصل على حقوقنا كنساء، بنتكلم عن المساواة في الفرص وفي حيازة وارد وفي حرية اتخاذ القرار، وأهمية وجودنا في مراكز اتخاذ القرارات، وما يكون وجود النساء فقط مقتصر ومحصور على المستويات الوظيفية يعني الأدنى في السلم الوظيفي، ولكن إنهم يكونوا موجودين في مناصب قيادية. تكلمنا عن طبيعة الأعمال في المعهد النوع الاجتماعي أو معهد دراسات النوع الاجتماعي، في المجموعات والجمعيات والمنظمات للسيدات الحضور معانا، وكيف إنهم بساهموا من نواحي بحثية ومن نواحي تانية كذلك متعلقة بالكاباسيتي بيلدينغ أو بناء القدرات، إذا كانت هارد سكيلز أو إذا كانت سوفت سكيلز. وليه إحنا محتاجين إنه يكون عندنا مراكز للنساء؟ لأن في خصوصية في التحديات اللي بتواجهها المرأة بصورة عامة في السودان. طرحنا سؤال، هل المرأة هي مؤهلة فعليا ولا بس هي أقل تأهيلا من الرجل، وبالتالي ما بنشوفها في المراكز القيادية وما بنشوف صوتها وصدى صوتها بصورة كبيرة؟ ووضحوا لنا السيدات الموجودات معانا إنه المرأة هي مؤهلة، ولكن الأنظمة الاجتماعية والعادات والتقاليد أثرت ممكن، وكذلك السياسات الهيكلية وسياسات الدولة أثرت على ثقتها في نفسها وقدرتها على إنه هي تنافس مثلا بصورة أساسية، أو مثلا هي قد ما تجد الفرصة لأنه في ما في دعم من السياسات الهيكلية للدولة. سألناهم عن التحديات اللي واجهتهم، التحديات متعلقة بالتقبل، فكرة وجود مجموعة خاصة مثلا بالمرأة، كذلك الاستمرارية، في تحدي متعلق بالديت الموجودة الإحصائية عن النساء وعن الجندر بصورة عامة، ودي مشكلة عالمية ليست فقط في السودان، ولكن دائما لما تبرز مسائل women empowerment دائما بتجي مشكلة الديتا، في جندر ديتا جابس دائما بتكون موجودة، فكرة انه دائما النظرة لأي شيء فيه كلمة مرأة او تمكين مرأة او نسوية انه دي مفاهيم مستوردة، زي ما اشارت لها دكتورة تيسير، وانه انتوا لا عايزين تعملوا كده، واصلا انتم ما عندكم مشكله اساسا، واصلا دي ما قضيه مهمه. وده وصلنا للنقطه الاخيره بتاعت هل ده وقته، وكلهم وضحوا لنا انه اي نعم ده وقته تماما، انه احنا نتكلم عن المراه ونتكلم عن تمكين المراه، لانه الزمن ده هو زمن المعرفه، ومن حق اي شخص انه هو يملك المعرفه. تمكين المراه بيمكن المجتمع لانه بيساهم في تطوير المجتمع، وكذلك عنده تاثير حتى على اقتصاد الدوله، ونحن حاليا في زمن ما بعد الثورة بالنادي بحرية سلام وعدالة، وإذا نتكلم عن الحرية والعدالة ما ممكن نستثني حرية المرأة وأهمية العدالة فيما يتعلق بالمرأة في حقوقها، سواء كان حق التعليم أو حق التوظيف أو غيره من الحقوق. كنت سعيدة جدا بإدارتي للحوار ده، وبشكر كل الناس اللي كانوا موجودين معنا، وبشكرهم كذلك على المتابعة وعلى الأسئلة اللي هم قاموا بتوجيهها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.